السلام، كنتمنى تكونوا كلكم في امان الله وحفظه، وكذلك اموركم كلها بخير وعلى خير. غنبدا معكم سلسله خاصه بعلوم الحياه والارض للثانيه بكالوريا. اول درس هو استهلاك الماده العضويه وتدفق طاقه، لا كونسوماسيون دو ماتير اورغانيك اي فلو دينيرجي. غنحاول نبسط لكم هذا الدرس لاقصى درجه باش يعني كلشي يفهم علوم الحياه والارض، وكذلك غادي نشرحه باللغه العربيه وغنترجم لي موكلي باللغه الفرنسيه، يعني باش لي باكالوريا اللي داير باك بيوف حتى هما يقدروا يستافدوا معنا في هذه السلسله. اول درس كيف ما قلت لكم هو استهلاك الماده العضويه وتدفق الطاقه، يعني غنحاول انني نقسم لكم العده اجزاء كومسا، يعني باش لا فيديو ما تجيش طويله بزاف، كذلك باش يعني بوغ فاسيليتي لا سيميلاسيون دو كور اي ما يجيكمش الملل وانتم يعني كتفرجوا فيديو طويله على درس واحد. هاد لا فيديو غادي نشرح لكم فيه مختلف الاجزاء ديال الدرس، يعني باش يولي عندكم مسترسل، كذلك غادي نعطيكم تقديم عام او لا يعني شرح عام للدرس. بون، اول حاجه نتعرفوا على اشنا هي لا ماتيير اورغانيك او الماده العضويه. الماده العضويه لا ماتيير، الماده العضويه هي الماده اللي كتقوم الخليه ديالنا بالاستهلاك ديالها، يعني كتكون عباره عن بروتينات. لي بروتيين كذلك عندنا الدهنيات، لي ليبيد، والسكريات. لي غلوسيد. بون، هاد لي ماتيير كلهم هما اللي كتقوم الخلية ديالنا بالاقتياج، يعني بالاقتياج ديالها، او المادة اللي كتقوم الخلية باستهلاكها. بون، في هاد الدرس اون فوا سو كونسونطري، يعني غادي نركزو على لي غلوسيد اي برينسيبالمون لو غلوكوز. علاش غادي يعني نركزو على لو غلوكوز فقط؟ لحقاش الخليه ديالنا كتكونسومي لو غلوكوز يعني بطريقه فاسيل، اي يعني هي كتقوم بتفكيك كل السكريات المعقده، مثلا اللاكتوز. اللاكتوز كيتكون من الجلوكوز اي لو غالاكتوز. اللاكتوز كيتكون من الجلوكوز اي لو غالاكتوز. كذلك عندنا النشا لاميدون، عندنا بزاف ديال السكريات اللي يعني الخليه ديالنا فاش كتقوم بالاستهلاك ديالهم كتحولهم لسكريات بسيطه، اللي هو سكر الجلوكوز سي 6 H12O6. يعني هاد السكر هو السكر المشهور او لا السكر المعتمد من طرف الخليه. الهدف ديالنا من هاد لوكور هو كيفاش كتقوم الخليه ديالنا باستهلاك الجلوكوز وتحويله من ماده عضويه مكونه من الكربون والهيدروجين والاكسجين الى طاقه مكونه من جزيئات الاي تي بي ادينوزين تريفوسفات. يعني خصنا نعرفوا مختلف التفاعلات ميتابوليزم اللي كتقوم بها الخليه باش تحول لنا السكر الى طاقه وتقوم بالوظيفه ديالها، سواء كانت مثلا خليه في الدم غتقوم بالوظيفه ديال لا سيركولاسيون، كانت خليه ديال القلب غتقوم كذلك بلا سيركولاسيون، كانت مثلا خليه في الجهاز الهضمي غتقوم بالوظيفه ديالها، وكذلك ما نساوش لا ملتيبليكاسيون. خاصكم تعرفوا ان لو ميتابوليزم الاستقلاب هو عبارة عن نوعين، عندنا لو انابوليزم وعندنا لو كاتابوليزم. الانابوليزم هو التركيب او لا سينتيز،
يعني الخلية ديالنا كتقوم بإنتاج عناصر جديدة. مثلا الخلية ديالنا تقدر أنها تنتج هي البروتين كيف ما غنشوفو في الدرس ديال لانفورماسيون جينيتيك. كتكون عندنا لا سينتيز دي بروتين. كذلك الخلية تقدر هي تنتج دي جلوسيد عن طريق لا غليكوجينوجينيز اللي قريتو في اولى بكالوريا كتسم في الكبد. عندنا كذلك مهم هذا لو انابوليزم تركيب لا سينتيز. بالنسبه لو كاتابوليزم يعني من هاد لا ماتيير اورغانيك كتنتج لنا الاي تي بي باش تقوم بلي فونكسيون اولا الوظائف ديالها. يعني في هاد الدرس ديالنا غادي نقراو لو كاتابوليزم. نقراو لو كاتابوليزم بالضبط لو كاتابوليزم ديال لو غلوسيد اي برينسيبالمون سكر لو غلوكوز C6H12O6. ثاني حاجه خصكم تعرفوا ان هاد الجزيئه ديال الاي تي بي يعني ما هي جزيئات الاي تي بي وكيفاش انها كتمكن الخليه من يعني كيفاش كتمكن الخليه من اداء الوظيفه ديالها و زعما توظف هذيك الطاقه اللي كتاخد. بون غنتكلموا على جزيئات الأ تي بي. ادينوزين ادينوزين تريفوسفات. هاد الجزيئه كتكون ادينوزين. شنو هو ادينوزين؟ عباره عن قاعده ازوتيه عباره عن باز ازوتي. باز ازوتي هي قاعده ازوتيه. باز ازوتي كاينين اربعه ديال لي باز ازوتي اش قراهم في الخبر الوراثي. عندنا ادينوزين هو ا عندنا كاينين عندنا اربعه عندنا ا تي سي جي عندنا الجوانين عندنا سيتوزين عندنا تيمين وعندنا الادينوزين. بون هادو نساوهم حتى نوصلوا ليهم ان شاء الله. عندنا قلنا الاي تي بي يعني عباره عن قاعده ازوتيه مرتبطه بثلاث فوسفات بي 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 كذلك مرتبطه بريبوز عباره عن سكر. مهم حنا اللي كيهمنا ان كيفاش هاد الجزيئه الطاقيه كتمكن الخليه من اخذ الطاقه ويعني استهلاكها. بون فهاد الروابط الفوسفاتيه هادو عباره عن مخزنين للطاقه. يعني فاش كيتم تفكيك الروابط الازوتيه كتحرر لنا انرجي. مهم اعتبروا هذه عباره عن طاقه. يعني اون فوا كتكسر لنا رابطه ازوتيه كتعطينا طاقه. كم سا كتقوم الخليه باستهلاك الطاقه. وخصنا نعرفوا التفاعلات ديال هاد الجزيئه يعني كيفاش كيتم انتاج جزيئات الاي تي بي وكيفاش كيتم الحلمه ديالها. دابا غنشرح لكم هاد التفاعلات اللي مهمه بزاف في هاد الدرس يعني غادي تستعملوهم مرارا وتكرارا اللي هما التفسفور والحلمه. التفسفور هي لا سينتيز ديال الاي تي بي. الحلمه هي ليدغوليز ديال الاي تي بي. يعني التفسفور كينطلق من الاي تي بي ادينوزين دو فوسفات دي فوسفات يعني جزيئتين من الفوسفات ا دي بي بلس بي اي كتعطينا ا تي بي بواسطه انزيم. لحقاش التفاعل ديال انزيم كيتحكم فيه. هانتوما ا دي بي بلس بي اي كتعطينا ا تي بي لا سينتيز ديال ا تي بي. دونك ا تي بي سانتاز سانتاز هذا هو الانزيم اللي كيتدخل في هذا التفاعل. الحلمه ا هي ليدغوليز. عندنا ا تي بي كتعطينا ا دي بي بلس بي كيف ما كتلاحظوا راه العكس. فوالا العكس هنايا بما ان الحلمه ا ليدغوليز دونك الانزيم اللي غيتدخل هو ا تي بي از. از يعني تفكيك سنتاز يعني انتاج.
دونك دابا غادي نتعرفوا على مختلف التفاعلات اللي كتقوم بها الخليه من اجل تحويل جزيئات الجلوكوز الى طاقه. C6 H12 O6 الى ATP. خصكم تعرفوا بان الخليه سبحان الله يعني كتعتمد على واحد الظاهره اللي هي يعني كتحاول انها تتاقلم مع الظروف اللي متواجده فيها، سواء الا كان عندنا الاكسجين او لا ما كانش. يعني الا كان عندنا الاكسجين كتقوم بظاهره التنفس، التنفس الخلوي لا ريسبيراسيون سيلولير. لا ريسبيراسيون سيلولير الا ما كانش عندنا الاكسجين يعني في وسط لا هوائي كتقوم بظاهرة التخمر. يعني التخمر هو عبارة عن ظاهرة لكي تتأقلم الخلية مع المحيط الخارجي. Pour la cellule pour qu'il s'adapte avec le milieu extérieur. La fermentation cellulaire. دابا التخمر، كاين فرق ما بين التخمر، كاين اوجه يعني اختلاف، كذلك كاين اوجه تشابه. خصكم تعرفوا ان التخمر كيعطينا فقط كميه قليله من الطاقه، مردود طاقي ضئيل بمقارنه مع التنفس، كيعطينا 2 ATP، جزيئتين من ATP، في حين ان التنفس كيعطينا 38 جزيئه من الATP. كيفاش يعني الاعداد ديال الATP وكذلك المردود الطاقي كلهم غتعرفوا عليهم باذن الله، يعني عن طريق الفيديوهات اللي جايه غادي نشرح لكم كيفاش كنحصلوا على هاد الجزيئات من الATP، كيفاش كنحسبوهم، وكذلك المردود الطاقي. يعني المردود الطاقي للتخمر هو ضئيل جدا بالنسبه او مع المقارنه بالمقارنه مع التنفس. يعني وكذلك ان التخمر هما نوعان، يعني غنشرحوا لكم على سويت. دابا خصنا نعرفوا فين تتم ظاهره التخمر وشنا هو يعني الحاجه المشتركه بيناتهم. التخمر والتنفس بيناتهم واحد الظاهره مشتركه اللي هي تحلل الجلوكوز، تحليل الجلوكوز، لا جليكوليز. لا جليكوليز كاينه فيهم بجوج، ظاهرة الجليكوليز أو التخمر كتم في الجبلة الشفافة. الجبلة الشفافة ظاهرة التخمر كلها كتكون في الجبلة الشفافة، والجليكوليز تحلل الجلوكوز كتم كذلك في الجبلة الشفافة، في حين أن التنفس من مورا ما كيطرى لا جليكوليز اللي قلنا تيكون في الجبلة الشفافة واللي هو مشترك ما بين التنفس والتخمر. الحمض البيروفات كيتحول اسيتيل كو انزيم ا وكيدخل للميتوكوندري، هاد العضي اللي غنشرحو لكم دابا ان شاء الله. بون خصنا نعرفو كذلك مختلف انواع التخمر، عندنا نوعين من التخمر. دونك دابا غندويو على واحد العضي رئيسي اللي كتشم فيه ظاهرة التنفس اللي هو لا ميتوكوندري، بالاحرى يعني كتتم فيه ظاهرة يعني تستمر فيه ظاهرة التنفس. حيتاش ظاهرة التنفس كتتم عبر عدة مراحل. المرحلة الأولى هي انحلال الجليكوز لا جليكوليز، المرحلة الثانية هي تحول البيروفات يعني الناتج ديال لا جليكوليز إلى أسيتيل كو أنزيم أ، أبخي أسيتيل كو أنزيم أ كيدخل لا ميتوكوندري وكتستمر عملية انحلال الجلوكوز عبر سلسلة تنفسية، التفاصفور مؤكسيد اكسيتيرا. دونك هاد الدرس قلت من الأحسن أنني ينفع نديرو عبر عدة أجزاء لحقاش طويل بزاف، إلا جيت نشرحو لكم فيديو واحد غيجي طويل بزاف وغيجي ممل، ما غاديش تقدرو تستمرو يعني في التركيز فيه. يعني من الأحسن أنني نشرحو عبر عدة فيديوهات كوم سا غادي فاسيليتي بوغ فو لاسيميلاسيون دو كور اكسيتيرا.
دونك غادي نقول لكم في اخر لا فيديو مختلف الاجزاء ديال الدرس كوم سا، يعني باش ترتبوا الافكار ديالكم ويجيكم الدرس بسيط وسهل. يعني دابا نجيو على لا ميتوكوندري. الميتوكوندري ميتوكوندري فوالا ميتو كون الميتوكوندري فوالا. قلت لكم هاد العضي كتسم فيه ظاهرة التنفس، فيه لاشين ريسبيراتوار فوالا. كوم سا هنا كتكون لاشين ريسبيراتوار فوالا، كتكون هيسي والداخل كيتسم لا ماتريس. هنا فاش كيتم لو سيكل دو كريبس فوالا. هادشي كله غتعرفوه ان شاء الله في هاد الدرس. هنايا الغشاء الخارجي، غشاء خارجي ممبران اكسترن، اكسترن. هنايا غشاء داخلي، خصكم ضروري تعرفوا كيفاش ترسموه وضروري تدربوا على الاسماء ديالو حيت كيتحط بزاف في الامتحانات وكذلك في الوطنيات. غشاء داخلي يعني للتذكير انني ان شاء الله غنخدم معكم دي كيو سي ام كذلك دروس، يعني يعني تمارين باش كومسا يعني تعلموا كيفاش تحلوا تاناليزيو التمارين يعني وتدربوا عليهم. بون هنا قلنا الغشاء الداخلي غتكون لا مومبران انترن، انترن. هنا الحيز البي غشائي ما بين مومبران انترن و مومبران اكسترن، عندنا الحيز البي غشائي، حيز بي غشائي اسباس انتر مومبرانير فوالا. هادو اللي دايرين كوم سا يعني هادو كيتسموا اعراف، اعراف بالفرنسيه لي كريت، ماشي لي كريب لي كريت فوالا كوم سا. اي الماتريس ما نساوش اهم حاجه الماتريس، ماتريس اي كوم سا. دابا غادي نوريكم مختلف يعني اجزاء اللي غادي ندير لكم في هذا الدرس كوم سا باش تكونوا غاديين التسلسل منطقي وكذلك باش تكونوا يعني مرتبين الافكار ديالكم. كما قلت لكم سابقا انني هاد الدرس غنديرو على شكل اجزاء يعني باش يجيكم سهل في الفهم ديالو وكذلك يكون ترتيب منطقي. انا غنشرح لكم مختلف الاجزاء وكذلك غنقول لكم الترتيب المنطقي اللي بيناتهم. فازي هنايا المرحله الاولى هي الهلال، الجليكوز، لا جليكوليز، لا غليكوليز النواتج ديالها المهمه يعني اللي كتستمر بها الخليه سواء كان التخمر او التنفس هو البيروفيك، لو بيروفات. بون تنقولوا ليه اسيد بيروفيك، حمض بيروفيك، اولا تنقولوا ليه بيروفات سي سا. حنا نقولوا ليه دابا بيروفات، بيروفات. هاد البيروفات الا كانت الخليه غتقوم بظاهره التخمر غتستعملوا تخمر سواء لبني او كحولي، او كحولي فوالا. هنايا هاد المراحل بجوج كيكونوا في الجبيل الشفاف، لا عفوا عفوا الجبيل الشفافه ليانوبلازم ياكو. المهم الا كان عندنا تنفس هاد البيروفات غيتحول اسيتيل كو انزيم ا، اسيتيل اسيتيل كو انزيم ا. هاد اسيتيل كو انزيم ا فين غيدخل؟ غيدخل الميتوكوندري،
غتم ظاهره التنفس. هاد ظاهره التنفس غنقسمها لكم على يعني جوج الاجزاء. الجزء الاول غنشرح لكم فيه دوره كريبس اللي كتكون هنا في الماتريس. دوره كريبس اي ابري هاد النواتج اللي كيكونوا في دوره كريبس كيمشيو للسلسله التنفسيه وكيعطيونا لا شين ريسبيراتوار سلسله تنفسيه تفوسفور المؤكسيد. بون كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد التسلسل يعني المنطقي للدرس يعني، وان شاء الله غيجيكم ساهل في الفهم ديالو. وكنتمنى يعني تكونوا فهمتوا هادشي اللي قلت لكم في هاد الجزء الاول. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ومسيره موفقه باذن الله، ومع السلامه.